يحمل هذا التنافس وهذا الكم الكبير الذي ينطلق هنا في رحلة الأحد عشر كيلومتر في منافسة التحمل المسمى هو القدرة. وبالفعل هذه قادرة على أن تجوب الصحاري، تمر في كل الأجواء، تعبر مع كل التحديات إلى حلم النهاية. بدأنا إذن وانطلق في هذه اللحظات الشوط الأول الخاص بسباقات القدرة، والذي يحمل هجن أصحاب السمو الشيوخ في مسار ما شاء الله، مسار أتابع منه الأسماء المتميزة، أتابع البدايات التي تعلن هذا الانطلاق. مسافة طويلة، مسافة 11 كيلو مترا يبدأ من هذه اللحظة. سنعد مع حضراتكم المراكز، سنعد مع حضراتكم الكيلومترات، سنعد مع حضراتكم أيضا هذه الرحلة الطويلة والشاقة. أذهب إلى المقدمة، أتابع المركز الأول، كلاس التي تنطلق على الصدارة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني وجود مياسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد. والمركز الثالث يا سلام على براقه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحد الهايري. المركز الرابع عوده الى الذيبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد. بينما خامسا نعود مع السيلية لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز السادس الواري في المركز السادس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحد الهايري ضمرها. المركز السابع هنا بيف المركز السابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وثامنا منصورة على المركز الثامن لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير إذا يتابعها. بينما المركز التاسع نعود مباشرة بوجود الشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني وسالم بن صبيح آل عويسي الذي يقودها. بينما المركز العاشر هنا تتواجد انطلاقة الخميسة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان والصادق بن فضل الأمين. المركز الحادي عشر يا سلام شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. المركز الثاني عشر الدوحة في المركز الثاني عشر لهجن الشحانية والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث عشر وصلت هنا يا سلام شف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الأربعة عشر تذهب مهابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وهناك علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخمسة عشر ما شاء الله أسماؤنا سالي هي الكيبالية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم وسيف بن مبارك بن غويث. والمركز السابع عشر هنا نعود مع النصيبة المركز السادس عشر عودة إلى النصيبة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. المركز الثامن عشر نعود مباشرة مع هذه الانطلاقة وشوق في المركز الثامن عشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. والمركز التاسع عشر يا سلام يا سلام هي الشايدة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد آل خيالي. والمركز العشرين يا سلام الدانه مع هجن الرئاسة وعلي بن إيميل الوهيبي. الله 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 خذنا المسافة نقول خمس سيارات شوط بالفعل اسما على مسمى ما شاء الله. المرسيدس ينتظر للفائز بالمركز الأول والمركز الثاني لكزس لصاحب المركز الثاني. والمركز الثالث نيسان يا سلام بترول استيشن في المركز الثالث. والمركز الرابع نيسان أرمادا في المركز الرابع. والمركز الخامس
كروزر بيكاب. يا سلام اف جي، الله 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 الله، مراكز تنقى واختار، وارقامنا للعشرين، عدينا عشرين جوائز، شوط غير عادي، شوط ما شاء الله في هذا الميدان المتواجد هنا فقط مع هذه الانطلاقة، مع هذه البداية. الله، الكل يبدأ يتابع البداية، يتابع الاندفاع، شوف المسار، مسار أيضا في عمق الصحراء ينطلق مع هذه اللحظة وهذه البداية. الله الله الله، هنا أيضا أول ستة كيلومترات من الأحد عشر التي بدأت الآن، أربعة كيلومترات هنا من خلال هذا المسار، وتبقى سبعة كيلومترات. يا سلام يا سلام يا سلام، المسافة المسافة كلاسة كلاسة هي التي تقود المركز الأول لهجن العاصفة، تقود هذا الانطلاق، الواثق من كلاسة، الواثق من أداء كلاسة، الواثق من هذه الانطلاقة القوية، هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وهنا منصورة تتبعها في المركز الثاني، تقدم هذا الأداء الممتاز، تبتعد أيضا مع هذه الانطلاقات منصورة لهجن العاصفة، وأيضا حمد بن راشد بن غدير كما نتابع. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز، أذهب إلى المركز الثالث، أحمل أيضا هذا الاسم وهي براقة، وصلت براقة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحج الهايري، الذيب هو مياسه بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على المركزين الرابع والخامس، والمضمر هو الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام، المسافات، النفس النفس الطويل، النفس الطويل بالفعل، ينتظر القادمين، ينتظر المشاركين. نشوف المركز السادس الوارية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحد الهايري، والمركز السابع السيلية سلام بشعار هجن الشحانية والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. سابعا نشوف السابع، بيع المركز السابع هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، أيضا يتابعها، يراقبها، يؤكد مسارها ما شاء الله في هذا الاندفاع القوي والمثير. هذه مراكزنا السبعة الأولى اللي انطلقت، قدمت أيضا الدوحة، وصلت في المركز الثامن لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي، ولكن تفوق من شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حسين النعيمي اللي بدأت المركز التاسع. والمركز العاشر، أذهب إلى الخميسة في المركز العاشر، يا سلام في هذا الانطلاق لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهي وصادق بن فضل الأمين. شوف المنظر، شوف قافلة 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 تحمل هذا التحدي، المركز الحادي عشر، هي الشرود الشرود هي أيضا متواجدة، حضور لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، والمركز الحادي عشر بدأ الآن والمركز الثاني عشر، مهابل اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد الحمد بن غدير، وينطلق الذهبي في المركز الثالث عشر في وجودي بشاير لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، وهناك الشايدة في المركز الرابع عشر لهجن الرئاسة وبقيادة الانطلاقة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. مركز الخمستاعش شف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، والنصيبة في المركز الستاعش يا سلام أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري، وهناك على المركز السبعتاعش بنكمل الدانة لهجن الرئاسة وعلي بن يمي اللوهيبي. والمركز الثمنتاعش يا سلام، الشرود سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وسالم بن صبيح العويسي. والمركز التاسع عشر هنا أيضا وجود يا سلام دمعة هجن رأسة علي بن يمي اللوهيبي، والعشرين وصلنا المركز العشرين. الله، شوط في عشرين الشيبالية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن مبارك بن غويث، هذه أسماءنا ما شاء الله، شوطنا متفرق، شوطنا يحمل كل
البداية متناثر من خلال هذا المسار، من خلال هذه البداية الأولى التي تندفع في هذا الشوط وتسير أيضا مع مقدمة هذه الانطلاقات وهذا المسار. الله 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 الله، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذا المسار، نتابع هذه البداية التي تعلن تواجدها مع أرضية هذا الميدان. نشوف الصدارة، نشوف الصدارة من تنظر أيضا. قاربنا وأكيد وصلنا هنا ما يقارب كيلو الغابات، أتوقع أتوقع الآن سبعة كيلو قطعناهن. يا سلام يا سلام يا سلام، باقي أربعة كيلو، باقي أربعة كيلو، وأقول وين وين بندخل بوابة. غابات، هاي الغابات، غابات هذا الميدان هنا على اليمين. يا سلام يا سلام يا سلام، تظهر في هذا الانطلاق وتبدأ أيضا في هذا المسار. الله الله الله، الصدارة الصدارة، منع الصدارة يا أبو سلطان. الشيبالية ولا الكلاس، كلاس كلاس على المركز الأول لهجن العاصفة، محمد بن راشد بن غدير من صدره، كلاس هناك مركزه، تركيز عالي، واثقة من أدائها، مرتاحة على المركز الأول. مقتل أيضا، متابعة هنا تنعم بمتابعة متميزة. الله الله الله، ومنصورة تلاحقها، منصورة نقول اتلاحق. اشوفوا لوحة الثلاثة كيلومترات اللي بانت الآن مع هذا الاندفاع، وبانت مع هذه اللحظة ثلاثة كيلو إلى خط النهاية. الله، ومنصورة وكلاسة على الصدارة. وتوقع أن الشوط هناك انقسم، انقسم سكان المقدمة، هذه لهم، هذه لهم سكان المقدمة، كلاسة ومنصورة. أشوف المركز الثالث من وصلت الآن في المركز الثالث، شقرة في المركز الثالث، موجي حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا هناك أيضا فهد بن حسين النعيمي، وشوف الخميسة اللي بدأت الآن تصل في هذا الانطلاق. في المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وهناك أيضا المتواجد في هذه الانطلاق صادق بن فضل الأمين، أيضا حضور حضرت في هذه اللحظات لهجن الشحانية، وأيضا التواجد في هذا الاندفاع في هذا المسار إلى انطلاقة هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، بدينا نتابع، بدينا نركز، بدينا نقترب من خط النهاية، نحتفل في هذا المسار على المركز الأول. الله 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 الله، بدينا ندقق ونتابع ونشوف أيضا البداية، وإحنا نتابع هذه الانطلاق، نتابع هذه اللحظة، نتابع هذه البداية الأولى. من يبدأ؟ من يقود المركز الأول؟ لا تزال، الله 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 عليك كلاسة، قادرة كلاسة، تحمل شعار متميز هناك في المركز الأول، تنطلق إلى مقدمة هذا الشوط مع الصدارة. كلاسة وترافقها منصورة في مقدمة هذه البداية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا 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 المقدمة، وانطلقت منصورة مرة ثانية مع وجود كلاسة التي تحتفظ بالمقدمة والصدارة. الله الله الله، خلاص قاربنا على النهاية، وصلنا 2 كيلومتر من هذه الاندفاعات النهائية. نتابع القادمين، نتابع المنطلقين، نشوف شقرة على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حسين النعيمي والخميسة مع المركز الرابع سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان، وأيضا ينطلق الصادق بن فضل الأمين. وأشوف المركز، المركز الذي يحمل هذه البداية هنا الدوحة في المركز الخامس هجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، تحصل للمركز الخامس وحضور، وصلت في المركز السادس أيضا لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الأسماء، منصورة اقتربت، منصورة في هذه الانطلاقة اقتربت من لوحة الألف أربعمية، تسلم على مقدمة هذا الشوط. غيرت، غيرت منصورة اسما على مسمى، منصورة منصورة منصورة، وهي منصورة مع هذه اللحظة لحين خط النهاية، منصورة على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، انطلقت سارت تبحث عن ناموس هذا، هذا شوط، شوط القدرة الأول، شوط القدرة الخاص بأصحاب السمو الشيوخ الذي يبدأ
في هذا الاندفاع وفي هذا المسار. ما شاء الله. إذا هني بدينا نتابع، بدينا ننطلق، بدينا نقترب. يبغي له 1200، عبرة ال 1200 دخلت في الكيلومتر الأخير، تبدأ من خلال هذه البداية لخط النهاية تحقق هذا الانتصار، تكمل هذا المسار. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. منصورة وهي منصورة، منصورة وهي منصورة اللي بدأت الآن المركز الثاني، تغييرات على المركز الثاني. الدوحة، الدوحة لهجن شحانية سلطان بن محمد الوهيبي مع المركز الثاني، بدأ يشكل ضغط في المركز الثاني والمركز الثالث. تصل بشاير لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. الله الله الله، بدأت الإثارة، بدأت في آخر كيلو، آخر كيلو من الـ11 عشرة عبرناهن وننتظر القادمين، ننتظر أيضا المتابعين، ننتظر هنا لحظات هذا الاندفاع. من يصل، من يقترب، حضور، حضور قادمة، حضور قادمة، شحانية قادمة. نشوف الياية، نشوف الياية. عطنا هذا الكادر، عطنا هذا الكادر، عطنا هذه البداية، عطنا هذا الاندفاع. يا سلام، حضور وهي حضور، حضرت حضور، حضرت حضور، غطت على كل الحضور، انطلقت إلى المركز الأول، تفوقت في الصدارة. ما شاء الله وتبارك الله، حضور وهي حضور. الله 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 الله، اتجاوزت، اتجاوزت سلالة الحنيش، تعلن وجودها على المركز الأول. سلام، سلام شحاني، سلام شحاني، سلام. ما شاء الله، تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية. الله على هذا النوع، سلالة الحنيش تعلن انطلاقها، تفوقها في هذا الشوط. سلام يا الدوحة، سلام، سلام، سلام يا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، سلام يا الأدعم، سلام. إذن هنا حضور على المركز الأول والمركز الثاني، هنا متواجدة في المركز الثاني هي الشايدة لهجن الرئاسة، المركز الثالث دوحة لهجن شحانية، والمركز الرابع نجع أيضا لهجن شحانية بشاير، والمركز الخامس لهجن الرئاسة دمع. هذه أسمان الخمس، خلاص احنا عدينا للـ20 ولكن نكتفي للخمس، والبقية قادمون هالسيارات خلاص، وهناك الكم الباقي من هذه الانطلاقات. الله 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 الله، نشوف التوقيت في حضور 11 كيلو، وتوقيت الاندفاع والانطلاق والمسار اللي يبدأ في 17 دقيقة 39 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا إلى هجن الشحانية على فوز حضور، تهانينا هناك المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الفوز، وأيضا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. سلام يا الشحانية، سلام، هذا التميز في المركز الثاني. كانت هناك الشايدة لهجن الرئاسة في المركز الثاني، وصل 17 دقيقة 48 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لسلطان بن محمد الوهيبي الذي، أو عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي الذي أطلق أيضا هذا العنان. بينما المركز الثالث، الدوحة في المركز الثالث، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا سلطان بن محمد الوهيبي. 17 دقيقة 49 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية. ونشوف المركز الرابع، المركز الرابع الذي يعلن أيضا هذه البداية. شوف المركز الرابع، عطنا المركز الرابع أيضا في هذا وهذا المسار. بشاير لهجن الشحانية مع سالم بفاران المري، ثانية والناموس 17 دقيقة 51 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية. والمركز الخامس، يا سلام، دمع لهجن رئاسة مع علي بن يميل الوهيبي اللي قدم أيضا هذا الأداء. نشوف توقيتها الزمني أيضا 17 دقيقة 51 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية. هؤلاء هم أصحاب السيارات في هذا الشوط للقدرة والقادرين، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، هكذا ننطلق في مرحلة جديدة من مراحل مميزة في ختامي المرموم، ألا وهي مرحلة القدرة. وكما تابعنا في الشوط الماضي عندما انتزعت بنت الحنيش هذا الشوط الرئيسي، عندما قادت المشاركين في الكيلومتر الأخير
وجاءت بالقوة الكبيرة لهجن الشحانية بقيادة عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. انطلق مع شوط آخر، شوط الذلل المفتوح، وهنا أبناء القبائل، أبناء دول مجلس التعاون الخليج الذين انطلقوا وحضروا بشعاراتهم الكبيرة في مسافة القدرة. أوه يا هذا الشوط!